الفقاعات دليل على وجود تهريب في هالمكان، وان شاء الله راح نلحمه. هاي راح نطلع الهواء. راح ندخل النيتروجين على اساس انه نبدا في اللحام. الحين جالسين ندخل النيتروجين. راح نضغط هواء ونشوف اذا تم لحم التهريب. بسم الله. نروح نقفل الساعة. وصلت 250. راح نخليه تقريبا ساعة كاملة بهالطريقة، نتأكد من الضغط حسب ما نعبي، وبعدين نكتشف ان في مكان ثاني للتهريب. بعد مرور ساعة واضح ان الامور طيبة، ما في اي تهريب، والحين راح نبدأ بشفط الهواء من داخل الجهاز. طبعا الافضل عمل صيانة للجهاز اللي هو غسيلة قبل تعبيته بالغاز. راح نبدأ بسحب الهواء من داخل. في زيت طلع من هنا، راح نحاول نعبيه شوية. طبعا هذا النوع اللي راح تستخدمه 4GS، راح نعبيه. هذا شيء تقديري، يعني ممكن تعبيه 50، ممكن تعبيه 100. راح يمر شوي في البيض اساس نتأكد انه ما في اي هواء راح يمر. راح نحطه تحت، نفتح جيب المفتاح الهوز الازرق. اذا بدا يغشب هنسكره بحد من كميه الهواء اللي راح تدخل. سكرناه طبعا، عبينا الزيت وسكرناه. الحين راح نجيب سلندر الغاز، راح نبدا نعبي. اذا كنت مو متاكد من الكميه اللي راح تعبيها، ففي الغطاء نفسه الجهاز راح تحصل الوزن اللي المفروض تعبيه. هنا مكتوب 1.1 كيلوغرام. راح تركب الهوز الاصفر في السلندر، غطي الشبك الخلفي بالغطاء ماله. راح نفتح السلندر، راح نصور في الهواء من البيب. راح يكون في تقريبا آيل شويه. الحين بسم الله راح نفتح السلندر. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا بالمية. الحين ان شاء الله راح نشغل المكيف.